متواجدين مع حضراتكم كلام. شكرا ليك يا مريم. ونروح بقى زي ما متعودين برضو لجريدة اليوم السابع علشان نشوف هنا أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية مع زميلتنا هناك نورهان طمان. نورهان صباح الخير عليكي. طبعا مصبح عليكي أنا وكريم في البداية. ومن الأخبار اللي عايزة كده أطمن معاك فيها وأناقشك فيها هي فكرة الفقاعة الطبية. طبعا اللي احنا عرفنا ووصل لنا أن هي مشددة جدا وبيمكن ممنوع زيارات، ممنوع أي حد يقابل أي فرقة مشاركة في مونديال الأندية. فخلينا نبدأ معاكي بده، تفضلي. صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا يا نهواند معانا فعلا خبر عن الفقاعة الطبية المفروضة في مونديال كأس العالم للأندية، طبعا اللي احنا بننتظر مشاركة النادي الأهلي فيه إن شاء الله. ولكن قبل ما نروح لأخبارنا خلينا نفكركم بأبرز وأهم مباريات اليوم. الساعة 6:30 دنمارك هتواجه السويد في نهائي المونديال ونهاية الماراثون اللي بتستضيفه مصر يعني على أرضها. كمان خلينا نقول إنه الجولة 21 النهاردة تشيلسي هيواجه بيرنلي في الدوري الإنجليزي طبعا الساعة 2 الظهر، وليستر سيتي هيواجه ليدز يونايتد الساعة 4 العصر، ويست هام يونايتد هيواجه ليفربول الساعة 6:30 مساء، وبرايتون هيواجه توتنهام الساعة 9:15 مساء. أما بقى في إطار الجولة أيضا 21 من فعاليات الدوري الأسباني، فختافي هيواجه ألافيس الساعة 3 العصر، وقادش هيواجه أتلتيكو مدريد الساعة 5:15 مساء، وغرناطة هيواجه سيلتا فيجو الساعة 7:30 مساء، وبرشلونة هيواجه أتلتيكو بلباو الساعة 10 مساء. دي كانت مباريات اليوم اللي حبينا نفكر حضراتكم بيها. نروح بقى لأهم وأبرز أخبارنا. طبعا معانا الناقد الرياضي نائب رئيس قسم الرياضي في اليوم السابع، هيكون معانا إن شاء الله في فقرتنا، هيعلق على جميع الأخبار اللي معانا. ونروح لأول خبر معانا من موقع وجريدة اليوم السابع. الفقاعة الطبية تمنع زيارة أي شخص لبعثات الفرق المشاركة في مونديال اليد. ذكرت اليوم السابع في الخبر اللي احنا يعني بنتناوله مع حضراتكم انه عن مصدر مسؤول من داخل بعثه النادي الاهلي يعني انه في تجديدات امنيه وطبيه صارمه جدا على بعثه النادي الاهلي هناك في قبل طبعا خوضه لمونديال اليد. مش بس طبعا النادي الاهلي، جميع الفرق طبعا يعني تخوفا من تفشي فيروس كورونا. كمان حابين نفكر حضراتكم ان النادي الاهلي وبعثه الفريق وصلت مساء امس لطبعا يعني الاستعداد لخوض البطوله. كمان خلينا نقول ان يوم السابع ذكر انه اللجنه العليا المنظمه للبطوله بالتعاون مع اللجنه الطبيه هي المسؤوله عن منع اي دخول اي شخص لفندق الفرق المشاركه في البطوله. ولسه معاكم وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت المونديال. ومن موقع يلا كوره، لاعب بايرن السابق اعلم قيمه الاهلي واتوقع فوزه على الدحيل. قال الالماني يعني راينر مورر لاعب بايرن ميونخ السابق ان هو بيتوقع فوز النادي الاهلي على نظيره القطري الدحيل في طبعا ضربه البدايه للفريق المصري. وقال النجم الالماني انه يعني متابع جيد للفريق المصري، وقال انه يعلم ان كره القدم المصريه في حاله جيده يمكن في السنوات الاخيره. كمان قال انه يعني طبعا المرشح الاول للبطوله من وجهه نظره هو الفريق الاوروبي، وانه في خلال ال 12 سنه اللي فاتوا ما كانش يعني سنه واحده فقط او لقب واحد فقط اللي خرج بره قاره اوروبا، وبالتالي هو يتوقع فوز بايرن ميونخ بالبطوله. ومن موقع مصر تايمز، من الاهلي لبالميراس القضيه ممكن شعار التاهل لمونديال الانديه. يمكن طبعا مستمرين معاكم واخبارنا عن مونديال او كاس العالم للانديه زي ما طبعا يعني احنا منتظرين. يمكن مصر تايمز سلطت الضوء على صعود فريق بالميراس البرازيلي وبعد فوزه بعد تتويجه بطلا لدوري ابطال امريكا الجنوبيه على حساب مواطنه سانتوس بطبعا هدف قاتل في اللحظات الاخيره من عمر الوقت بدل الضائع في المباراه. ويمكن كمان طبعا تم تشبيهه ب يعني الامر المفضل والمحبب للنادي الاهلي طول الوقت هو حسم اللقاءات الكبيره في اللحظات الاخيره. اما بقى اخر اخبارنا من موقع سكاي نيوز، يونايتد يكتسب تعادل مخيب بدون اهداف على ملعب ارسنال.
طبعا تعادل بدون اهداف هو يعني النتيجه اللي حسمت مباراه او مواجهه ارسنال ومانشستر يونايتد امس. وطبعا بالتعادل دوت تراجع مانشستر يونايتد في المركز الثاني خلفا لمانشستر سيتي المتصدر الحالي للبطوله. يمكن كمان سكاي نيوز سلطت الضوء على انه مانشستر يونايتد حقق رقم قياسي هذا الموسم ب 18 مباراه خاليه من الهزائم خارج ارضه. طبعا احنا زي ما نوهنا في بدايه الفقره ان احنا معانا الناقد الرياضي ونائب رئيس القسم الرياضي في اليوم السابع استاذ رامي عبد الحميد، هيعلق لنا على جميع الاخبار اللي احنا ذكرناها. استاذ رامي برحب بيك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك واهلا بكل مشاهدين قناه النادي الاهلي، وصباح الخير لكريم ونهاوند. الفقاعة الطبية يعني يمكن كان شفنا يعني في مصر هنا نظمنا أو يعني نجحنا في تنظيم مونديال اليد، وكمان طبعا بنشوف الفقاعة الطبية أيضا في مونديال الأندية اللي احنا طبعا منتظرينه. يعني رأيك في تطبيق مصر في يعني في مونديال اليد؟ الحقيقة طبعا احنا يمكن خدنا المبادرة الأولانية في تنظيم البطولات العالمية في 2021 بعد يعني عام يعني كان بيتميز بالسوء على جميع التنظيمات الرياضية أو البطولات الرياضية. مصر خدت المبادرة في ان احنا كأس عالم مشاركة 31 منتخب، أعتقد دي كانت يعني مخاطرة كبيرة جدا بالنسبة لنا، لكن احنا الحمد لله نجحنا فيها. والنهاردة هو ختام يمكن كل الدول بتشيد بيها. أعتقد أن الدولة المنظمة لكأس العالم للأندية هتاخد نفس الخطوات اللي عملتها مصر، ويمكن الفقاعة دي يمكن حاجة احنا بدرنا بيها ونجحنا فيها مع جميع المنتخبات. وأعتقد أن الإجراءات اللي احنا قمنا بيها في مصر محتمل ان شاء الله ان هي تبقى موجوده في كاس العالم للانديه. كل يعني السلامه ان شاء الله والتامين لبعثة النادي الاهلي وكل البعثات المشاركه. اعتقد ان قرار النادي الاهلي بعدم دخول اي شخص لبعثة المنتخب ده مش قرار فردي بس، ده قرار تاميني بالنسبه للبعثه وجميع المقيمين في قطر. يعني اعتقد ان ده يعني حاجه مميزه، وان شاء الله باذن الله نتمنى السلامه لبعثة النادي الاهلي ان شاء الله. تاني خبر معانا عن يعني توقعات نجم الالماني السابق راينر مورر لانه النادي الاهلي يستطيع التفوق على الدحيل في ضربه البدايه. قول لنا بقى عن توقعاتك لاداء النادي الاهلي ان شاء الله في البطوله. وطبعا مباراة النادي الاهلي والدحيل هي مباراة يعني مش سهلة ومباراة صعبة جدا. اعتقد ان النادي الاهلي بيذاكر فيها بقاله فترة طويلة، وده يمكن كان يعني واضح جدا على موسيماني ان هو كان دايما بيتكلم على مباراة او مشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية. واضح ان هو كان مركز، واضح ان هو بيحضر، واضح ان هو كمان التشكيل بتاع القائمة او المجموعة اللي رايحة عندها هدف وعندها يعني اصرار ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجة جيدة. النادي الاهلي مش غريب عن كاس العالم للانديه، يمكن هو الفريق اللي موجود حاليا اكثر مشاركه في المجموعه اللي موجوده. الاجواء بالنسبه لنا مش جديده، احنا متعودين عليها. يعني ان شاء الله ربنا يسهل الامور تمشي زي ما احنا عايزين. فريق الدحيل فريق يعني عنده لعيبه جيدين، عنده لعيبه على مستوى عالي. مهم جدا النادي الاهلي يركز كويس، يذاكر فريق الدحيل من مفاتيح القوه بتاعته ومفاتيح الضعف. اعتقد ان شاء الله فرصه قدام النادي الاهلي جيده ان هو يتخطى الدحيل ويقابل ان شاء الله بايرن ميونخ. وبايرن ميونخ برضو فريق احنا يعني التقينا بيه قبل كده، والنادي الاهلي عنده يعني من اللعيبه المميزه اللي تقدر ان هي تظهر في المواقف الصعبه. نتمنى ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي يعني التوفيق باذن الله يوم الخميس، لان ده هيبقى حاجه كويسه جدا ان شاء الله نصعد لمواجهه بايرن ميونخ ان شاء الله. مشاركه بالميراس بدلا من اوكلاند سيتي اللي طبعا اعتذر بسبب جائحه كورونا، الكره اللاتينيه هل يعني تقدر ان هي تنافس الكره الاوروبيه في البطوله دي؟ طبعا فريق بالميراس وفريق سانتوس الاثنين فريقين كويسين جدا وعلى مستوى عالي برضو من الكره البرازيليه. فمشاركه بالميراس اعتقد هتبقى اضافه بالنسبه لكاس العالم للانديه، وهتبقى ممكن نشوف لعيبه تظهر وتروح اوروبا بعد كده. ولكن المجمل ان مشاركه بالميراس اعتقد ان هي هتبقى اضافه، لكن ان هي تواجه الكره الاوروبيه او ان هي تتفوق على الكره الاوروبيه اعتقد هيبقى صعب شويه، لان دول
لعيبه لسه صغيرين في السن ولسه بادئين، واعتقد ان مميزين بس منهم هم اللي ممكن يظهروا في اوروبا، لكن هنشوف مشاركتهم في كاس العالم للانديه ازاي، خصوصا ان دي اول مشاركه ليهم. نتمنى ان الشكل العام بالنسبه لكل جميع الفرق ونستمتع بكره القدم، ده هدف رئيسي بالنسبه لكل الجماهير يعني. طيب اخر خبر معانا كان من موقع سكاي نيوز، يونايتد يكتفي بالتعادل امام ارسنال. يعني خلينا يعني نروح معاك في الجوله كده عن الدوري الانجليزي، ويعني المرشح الاكبر دلوقتي ومانشستر يونايتد موجود في الصوره بعد ما كان غايب بقاله فتره كبيره، وطبعا عندنا ليفربول ومانشستر سيتي صراع قوي جدا. انت شايف انه الموسم ده الصراع اصعب من الموسم اللي فات؟ طبعا الموسم ده صعب جدا، والموسم ده فيه تطورات جديده بالنسبه للانديه والصفقات اللي اتعملت في بعض الانديه ابرزها مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يمكن دلوقتي هو متصدر، لكن التارجح اللي ما بين الانديه ده في الدوري الانجليزي اعتقد ان هو هيبقى مستمر لفتره طويله. احنا لسه قدامنا مشوار طويل في الدوري الانجليزي. مانشستر يونايتد تعادل امبارح، اعتقد ان دي نتيجه هتخدم مانشستر سيتي اكتر. ليفربول الى حد ما بيحاول ان هو يعيد تاني ترتيب اوراقه وترتيب اولوياته والصفقات وموضوع محمد صلاح وماني وكل الامور دي كلها بتاثر على ليفربول، ولكن أعتقد أن حسم الدوري الإنجليزي مش هيبقى زي الموسم اللي فات بدري، لا هيبقى فيه منافسة شرسة جدا ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ومعهم ليفربول طبعا. طيب خلينا برضو احنا لسه معاك في يعني فيما يخص دوري ليفربول تحديدا، يعني الأزمات داخل الفريق اللي بدأت تظهر الفترة الأخيرة شايفها ازاي؟ ليفربول طبعا هو حقق يعني يمكن اقصى كل الطموحات اللي هم كانوا بيحتاجوها كاداره وكجماهير، دوري ابطال اوروبا خدوه، دوري الانجليزي طبعا اللي كان غايب اكتر من يعني 20 سنه طبعا ده برضه خدوه الدوري. فاعتقد ان الطموحات داخل يعني اداره النادي والجماهير اعتقد ان هي بقت مرضيه الى حد ما. بعض الناس بدات تفكر في ان هي تاخد الطريق الخاص بيها او ان هي تحقق طموحها الشخصي، زي ساديو ماني، زي محمد صلاح تلقى عروض، وده مش عيب جدا خالص ولا في مشكله. فبالتالي ليفربول عليه ان هو يعيد تاني فكره ان الاستثمار لاعبين وان هو يجيب لاعبين يحققوا له طموحاته خلال الفتره اللي جايه. مفيش مانع جدا ان محمد صلاح يبص لمصلحته وان هو يتلقى عروض، ده مش عيب خالص. مفيش عيب ان ساديو ماني يبقى ليه عروض ويفكر في مصلحته، لكن الاداره عليها ان هي تعيد النظر تاني وتفكر في ان هي كيفيه بناء فريق يستطيع ان هو يعني يحصل بطولات زي ما حصل قبل كده. شكرا ليك جدا يا رامي، بشكرك جدا معايا. شكرا شكرا. دي كانت يعني دي ابرز اخبارنا هنا زي ما تابعته معانا، ويمكن كمان خدنا تعليق الصحفي والناقد الرياضي رامي عبد الحميد على اخبارنا. شكرا ليكم جدا. نشكرك جدا زميلتنا العزيزه نورهان، واكيد وجهي يعني كل الشكر والتحيه لضيفك العزيز استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي.